مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم وغدا. لاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة، وبالتالي الأجواء في معظم مناطق المملكة حارة إلى شديدة الحرارة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء، والحرارة العظمى بتكون بحدود 29-30 والصغرى بحدود 20 درجة مئوية، لكن بقية المناطق حارة إلى شديدة الحرارة. أيضا تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي أحيانا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. المناطق التي تمتاز بشدة الحرارة هي المناطق الشرقية، المنطقة الوسطى، وكذلك المنطقة الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وبتتراوح فيها العظمى بحدود 47 درجة مئوية والصغرى بحدود 34-35 درجة مئوية. نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة.